عرف مراحل فيها إثبات بالنسبة لي أنا قاطع، فيها صور حية تؤرخ وتثبت وقاع الجريمة وبالطريقة التي أشارت إليها الصحافة مشكورة. هناك عددا من الشهود استمع إليهم في حينه وأكدوا الواقعة وأكدوا المعاينة وأكدوا سياقة المتهم الرئيسي للسيارة، وهو أكد ذلك أمام السيد قاضي التحقيق، وعند معاينته للشريط أكد بأنه فعلا هو الذي كان يسوق، وفعلا أنه دهس الضحية وحاول قتل حتى الضحية الثاني الذي كان يمسك بأحد أجزاء السيارة. الحديث عن أن المحكمة استجابت للحصول على الملف الطبي للمتهم الرئيسي في الحكم اللي غنقول لكم سجلوا عليا، بأن الحكم صدر لأن والدة المتهم هي من ذهبت إلى الطبيب من أجل الحصول على نسخة من ملفه الطبي، والطبيب كان منطقيا رفض طلبها لكون الأمر يتعلق بالسر المهني، ولا يمكن أن يسلم الملف الطبي للمتهم إلى والدته. لذلك لجأت إلى المحكمة، وفي الطلب الذي قدم إلى المحكمة كتب حرفيا ما يلي: إن أشرف صديقي يحاول إتمام علاجه لدى طبيب آخر، والطبيب الأول امتنع عن تسليمه الملف، وحتى يتسنى له متابعة العلاج عليه أن يمكن من ملفه الطبي الأصلي، ولم يقل على أنه يريد أن يثبت كونه وقت اقترافه الجريمة لم يكن في كامل وعيه. هذه وسائل دفاع مشروعة يسمح بها القانون، ولكن لا يمكن للمحكمة أن تستجيب لها في مثل هذه القضايا. والقضاء لك إذا كان المتكلم ربما لا يعي ما يقول، فإن المستمع عاقل وحرايفي ويعرف الهدف من تلك الدفوع، وأعتقد جازما أنها لن يستجاب إليها إلا بعد الاستماع إلى المتهمين وبعد مواجهتهم بالحقائق اللي كاينة في الملف. آنذاك إن ظهر للمحكمة أن نقطة من النقط ظلت غامضة أو لم يشهلها البحث، قد تبحث فيها المحكمة، ولا أظن أن جانبا في هذا الملف بقي غامضا، بل أنه الإثبات منذ 37 إلى تاريخ صدور الأمر بالإحالة هو إثبات منطقي علمي متسلسل، ولا يترك مجالا للتشكيك فيه. أولا أنا أحترم أنا الأمر بالإذاعة يقبل الطعن، خاصكم تمشوا للمادة 211، ما سمعتوه؟ لا أظن أنه تحليل قانوني. جميع الأوامر التي تقبل البطلان رجعوا للمادة 11 يجب الطعن فيها داخل أجد 5 أيام. أما ما قيل 223 لا تتعلق به. ثانيا، على أن قاضي التحقيق عينا، لماذا نبحث في الهوامش؟ من يخشى المحاكمة ليس هو الطرف المدني، ليس هو الضحايا، نحن نستعجل المحاكمة. من يريد أن يطيل الأمد ويزرع الشك، ونتقدم بدفعات لا أعتقد أنها تستند إلى أساس قانوني، وأن المحكمة من وجهة نظري لا أستبق قرارها، ربما كالملتمسات السابقة التي قدمت من أجل رفع حالة الاعتقال وبررت بشكل سطحي ولم تستجب لها المحكمة. أظن بأنه هذا الملف سيعرف أشواطا، وستعرفون على أن الحقيقة التي في الملف ستنقل للمحكمة بحذافيرها وبجدية وبقوة، ولن نتساهل مع كل من يريد أن يستعمل أي وسائل قد تمس بالمحاكمة العادلة. ولن تتعرفوا بأن المسطرة
هي عندها واحد الطابع لا يمكن ان يحضر شخص ويعطي الحيثيات للمحكمه لكي تحكم، بل ان المحكمه لها الفراسه والصور واضحه والضابطه القضائيه لم تكتفي هي بالمعاينه بل عاينت الصور مع من حضروا الواقعه، لان هناك اشخاص حضروا الواقعه وعاينوا المتهمين ولا يعرفون اسماءهم، وعرضت عليهم الصور واكدوا بان هذا هو الذي كان سائقا وهذا هو الذي لكم اللكمه الاولى وهذا هو الذي قام قبل عرضها على المتهمين. وعندما عرضت على المتهمين اكدوا ان الذي البس قميصا يمكن برتقالي والاخر يقول انا الذي البس القميص كذا وانا الذي اضع القبعه كذا، وقيل بانني انا الذي قمت بهذا وانا الذي قمت بهذا، بل ان من المتهمين من قال لما ركبنا السياره عزمنا على دهس الضحيه، يتكلم بنون المتكلم ولا يتكلم باسم المتهم الرئيسي. هناك متهم لا داعي لذكره، اعتقد ان الصحافه اشكرها لانها تواكب معروف هذه القضيه او انهم مازال تحقيقاتهم يمكن تكون هو الفاعل الرئيسي في التدخل. التحقيقات انتهت طبعا احنا في المحاكمه. شكون اللي انا السؤال المباشر هو المتهم اسمع الله يجزيك اسمع الله يجزيك بخير. اولا احنا عندنا وثيقه رسميه ليس لي لا انا ولا اي شخص اخر ان يؤول الوثيقه الرسميه. الوثيقه الرسميه هي الامر بالاحاله الصادر عن قضيه التحقيق. الأمر بالإحالة أكد على أن المتهم الرئيسي هو مالك السيارة وسائقها ليس أنا، والمحكمة تنظر إليه وأنتم ستستمعوا إليه هو الأول نعم وأنه هو المتهم الرئيسي، وبالتالي السيارة في نظركم هو المتهم الرئيسي ماشي في نظري، في نظري قضية التحقيق. أنا الآن أتبنى ما جاء في قرار قضية التحقيق لأنه عكس الحقيقة. أبي أنك أقول أنه المتهم الرئيسي، لم أقول أنه صاحب السيارة. لا قلت واش باعتباره فاعل رئيسي، الاعتبار هو اللي يرتكب الفعل ولا فقط باعتباره أنه صاحب السيارة؟ أنا هنا لن أقول من يرتكب ومن لم يرتكب، وإنما سولتني من المتهم الرئيسي، قلت لك أنا ليس رأيي، وإنما أتبنى الأمر بالإحالة ديال قضية التحقيق الذي أكد بأنه المتهم الرئيسي، وبالتالي على من يدعي أنه ليس متهما رئيسيا أن يدحض ما جاء في الأمر بالإحالة ديال قضية التحقيق. شكرا شكرا لكم. بغينا نعرف